كانت تصرفاته يام، ما بكفي الشي اللي عايشتني اياه؟ ما عندي مشكلة معك بنوب يا سلطانة، وهالحرب انت اللي بلشتيها. انت تجاوزتي حدودك، لا تنسي انه اللي قدامك وحدة من السلالة، والحرب معي يعني عم تحاربي السلالة كلها، عم تفهمي هيام؟ والله انا ما ساويت شي غلط، انا بس ورجيتك الوش الحقيقي لزوجك المحترم ابراهيم. بس حضرتك حابة تنتقمي مني لأنك موجوعة، وكمان عم تدوري على كبش فدا لحتى تعفي عن زوجك الباشا. ما حدا إله دخل بنوب بعلاقتي مع إبراهيم، وخاصة أنت ما إلك أي حق تتدخلي بيناتنا، ما لك دخل أصلاً. ليش بشو أنا تدخلت؟ ولشو لك أن جبتي لي فريال على الحرم لك؟ انت وحدة واطية يا فريال، كيف بتتجرأي تساوي هيك؟ انت ما بتخجلي انه تتقلعي من هون وترجعي؟ سلطانة لو سمحتي. خليك ساكت يا سنبل، احسن ما فيش خلقي فيك. فريال ما إلها ذنب بنوب يا سلطانة، ومعلومك انه الباشا هو اللي غلط بهالشي، ومدام هو ما توجه له اي اتهام ففريال بريئة. وانت اللي بتقرري هالشي؟ لا اكيد مو انا اللي بقرر يا سلطانة، رح نستنى رجعة مولاي السلطان، ووقتها هو اللي رح يقرر هالشي ويساوي اللازم. انت مفكرة انه رح اسمح لها لفريال تضل قاعدة هون؟ مو قادرة تتحملي تشوفيها يا سلطانة؟ ومشان هيك حاولتي تقتليها؟ ولا لانه كل ما شفتيها لهالمرأة عم تتذكري خيانة الباشا؟ خايفة انه يرجع لها؟ شكله كان مبسوط معه، وكان مواسي حاله وهو موجود معه. اصحكت مدي ايدك، انا عم حذرك، انا ماني جارية قدامك لتضربيني. هديك الأيام صارت ماضي وانتهت، أنا مو جارية، الوضع كتير تغير يا سلطانة ومن زمان، أوعد تنسي هالشي. روح. السلطانة أنت منيحة؟ رح تسمحي لفريال تضل هون بالقصر يا سلطانة؟ ما حدا يلحقني. شو بدك؟ إبراهيم باشا بده إياك. شو بده مني؟ ما عندي فكرة عن القصة، طلب انك تجي فورا. قائد الجيش مو موجود بخيمته، هو موجود بالساحة. إبراهيم باشا، شو عم بيصير؟ ليش عادم لي حراسي؟ انت ما بتعرف يا اسكندر رجالك شو ساو؟ لا ما بعرف. تنكروا بلباس عجمي،
وتسللوا وحاولوا انه ينهبوا خزينة الجيش كلها. حراسي ما بيعملوها. اسكندر اوعك تفكر انك تدافع عن هدول اللصوص الخوني. في شاهد. حلمي باشا قمشهم لهدول وهنن عم يتسللوا على خزينة الجيش وعم يحاولوا يسروها. واخذوا العقوبة اللي بيستحبوها. اسكندر شلبي، اللي بعرفه انت الوكيل لجلالة السلطان والمسؤول عن خزينة الجيش العثماني، مو هيك؟ مو انت لازم تحميها من اللصوص؟ ها؟ حضرتك هيك عم تقوم بواجبك وعم بتحافظ على اموال جلالة السلطان؟ ولا انت شريك مع هدول الخوني؟ مستحيل، انا ما الي علاقة بهالشي بنوب. كيف بتتجرأ تتهمني إلي بالسرقة وقلة الشرف؟ وأنا ماني متوقع هالشي، لأنه الواحد ما بيقطع الغصن يلي متمسك فيه. بس واضح إنه بمسؤوليتك في إهمال ورح تشرح هالشي لجلالة السلطان. وحضرتك كمان في أمور بدك تشرح له إياها للسلطان. اسكندر شلبي، أنا بعرف منيح أنت شو عم بتحاول تعمل. عم بتحاول تنزل من مقامي وتخلي مولاي السلطان يغير نظرته فيني. محاولتك فاشلة يا اسكندر، لأنه ما حدا بيتدخل بيني وبين السلطان. فهمت علي؟ تفرج عليهم، شوفهم وخذ منهم عبرة، لأنه بالأخير بجوز تلاقي حالك معلق مكانه. أنا زعلت مشان رجالك، كانوا قوايا. أنت خنتني وصفيت جنبه لإبراهيم يا حلمي باشا. أنا انسحبت من الموضوع يا اسكندر شلبي. الباشا طلب من السلطان يجي وقريبا رح يوصل. برأيي هالمشكلة يلي بيناتكم لازم حل. شخص خاين مثلك ما بسمح له ينصحني. اللي لاشوف شلون صار هيك. الحاجب شافهن عم بيتسللوا، إجا خبرني ومسكناهن. وأنا ما عرفت إنه نرجالك لأنه كانوا متنكرين بلبس العجم. إن شاء الله يكون هذا اللي صار. إجا وقت الاتحاد يا شلبي، هالمؤامرة لازم تنتهي. طهمازي تشجع بسبب هزيمتنا بقزل جداغ، عم بيجمع جيشه ورح يهجموا علينا. أنا ما رح حرك ساكن أبداً. خلي سلطانك قائد الجيش يفكر بهالأمور. أصلاً هو الآن بعد خبر أكثر من مرة لجلالة السلطان. رح ينتهي قبل وصول السلطان. شرفت يا ريس خضر. سمعت بالانتصارات اللي حققتها ضد الإسبان والبندقية والقراصنة اللي بالجزائر والبحر الأبيض المتوسط، وأخيرا صار لي نصيب إني شوفك. أنت فعلا شخص بيعتمد عليه. كلامك هذا شرف كبير لألي وما بستحقه يا مولاي. غمرتني بلطفك وودك. الجيش والشعب بيحكوا عنك وبيحبوك يا أمير مصطفى. وين ما رحت كنت أسمع عنك وبيسألوني عن حضرتك وعطول بيذكروا اسمك بالخير. الشعب هو أمانة الله عنا يا ريس، ونحن عم نساوي كل شي بيطلع بإيدنا مشان نستحق حبهم. هلأ شو وضع التجهيزات؟ قالوا لي إنه حضرتك جهزت 90 سفينة مشان فتح تونس. بكفي هالشي؟ إذا الله راد بكفونا لنوصل لأهدافنا يا حضرة الأمير. رح نخلص تجهيزهم قريبا، وبعد كم يوم رح ننطلق لهنيك إن شاء الله. إن شاء الله. مثل ما توقعت بالضبط، السلطانة خديجة سامحته لإبراهيم باشا، وأكيد رح يرجعوا لبعضهم لما تنتهي الحملة ويرجع على العاصمة.
رح يستمروا بحياتهم وكأنه ما صار شيء. اللي صار وقع عراسك وعراس المولود. ليش جبتيني لهون يا سلطانة؟ شو بدك مني بالضبط؟ مشان تغيزيها للسلطانة خديجة؟ ولكون موجودة دائماً بوشها؟ مزبوط كلامك، كلهم تآمروا ضدي مشان يزعجوني. ومشان هيك لازم هلأ أنا وياكي نتفق. نسيتي إنه حضرتك اللي رميتيني قدام السلطانة خديجة؟ وقتها كنت مجبورة. أنتي بتعرفي مشاكلي مع إبراهيم باشا وكل شي حاول يعمله، بس أنا ما عملت مثله وتركتك للموت يا فريال. يا ريت قدرت إنه خلصك قبل من بين إيديهم. هلأ أنتي عايشة وهذا هو المهم. رح أنتقم لك، بس وثقي فيني. سامحيني يا سلطانة، بس أنا مستحيل أثق فيكي مرة تانية. بيري باشا صور لنا بخرائطه تضاريس العالم الجديد، برأيك مو لازم نحنا نروح على هذا العالم الجديد؟ طبعا سمو الأمير. هنيك بلشوا الأعداء من هلأ يقتحموا العالم الجديد وينهبوا ثرواته كلها من بعد ما عرفوا إنه ما رح يقدروا يهزموا قواتنا. لكان لشو يا ريس خضر نترك الأعداء يفكروا هيك؟ نحنا دولة قوية ولازم عالمنا يرفرف فوق أراضي العالم الجديد وكل الدنيا يا ريس. شاركك هالرأي يا أمير، ورح أحكي هالموضوع مع السلطان بعد ما يرجع من حملته بالشرق. بس للأسف في أشخاص عم بيقولوا بالأصر نحن بكفينا يرفرف علم دولتنا بالبحر الأبيض المتوسط وبالبندقية وإسبانيا. بيصير هالحكي؟ شوف اللي أفقهم محدود موجودين دائما، ولو جدي السلطان محمد الفاتح سمع كلامه لهدول الناس اسطنبول ما كانت لقلنا هلأ. الدولة العثمانية المعظمة لازم ينرفع علمها بكل العالم، وأنا رح أعرض هالشي على السلطان، وإبراهيم باشا أكيد بأيد هالموضوع. حضرة الأمير اسمح لي أنه أروح هلأ لحتى نخلص تجهيز السفن تبعنا. فيك تروح يا ريس خضر، أصلاً نحن واثقين كتير بقوتك وخبرتك. الله يكون معكم ويقويكم. عافية فخانو. إذا السلطانة هيام هون بدي شوفها. يا ريت تستني، رح فوت لأعطيها خبر. أي وحدة محلك رح تحس بنفس الشي. لا تقسي على حالك، مع الوقت أكيد رح تنسي. ما بظن يا سلطانة، وجعي ما بينتسى. فريال انت لازم تنتقمي. سلطانة اجت عفيفة خانو وجايبة الأغوات معها، على الأغلب جايين مشان فريال. فوتي لجوا. خليها تدخل. سلطانة إذا جاية مشان تاخدي فريال لا تحاولي أبدا. السلطانة خديجة طلبت مني هالشي وقالت لي بتروحي بتجيبي فريال لعندي فورا. عفيفة خانو متطلعي منيح حواليكي، شايفة فريال موجودة هون؟ سلطانة حضرتك عم تمنعيني إني أقوم بوظيفتي. لو سمحتي سلطانة سلميني فريال، وإلا رح أضطر إني استخدم القوة اللي طلعها من عندك.
لك عن الست فريال. وانتو ليش خبيتوا عني هالشي؟ أنا اللي طلبت منها تخبي عنك، لأني ما كنت حابة إنه أشغل بالك، وبصراحة كنت خجلانة. والست فريال وينها هلأ؟ بعتت عفيفة خانم تروح تجيبها يا أمير، هلأ بتجي. سمو الأمير مصطفى، إجت السلطانة هيام. دخلها. خليها تروح مصطفى، ليش قلت له يفوتها؟ اهدي شوي أمي، لازم نشوف إذا فينا نحل هاي المشكلة بهدوء. سمو الأمير، سلطانة. فوتي. فريال رح تضلي قاعدة هون لحتى تهدى الأمور. شو صاير خادم وفي للسلطانة هيام؟ والله يا فريال إذا ما بدي أخدم أم أربع أمراء مين بدي أخدم؟ عم تحكي وكأنك ما بتعرفي الوضع هون. درة خانم توفت وقام كمان راح، وضعك أنت مو مبين أبدا. يلي عم أعمله مجبور عليه. هلا أنت ليش إجيتي؟ طالما هربتي من هون ليش رجعتي؟ ما بيكفيك العذاب اللي عشتيه؟ أنا انقهرت والله بيشهد علي قديش انزعجت عليكي. ما حدا بيهرب من قدره يا سنبول. اسمعيني منيح، أنا مستعد إني ساعدك إذا حابة تروحي من هون وتهربي. أنا عم بحكي جد، هلأ ببعتك على مكان ما حدا بيلاقيكي فيه، صبية بعمرك وحلوة، أي واحد بيتمنى يتزوجها. تتزوجي وبتعملي عيلة انت وياه. سنبل انا مستقبلي انتهى من زمان وما عندي احلام بنوم. مستحيل تضل فريال هون يا سلطانة، انا ما بسمح بهالشي. انا ما فيني خالف سموك، بسلمكن فريال امتى ما بدكن، بس قبل حابة اعرف بشو حضرتكن رح تتهموها. سألت عفيفة خانم عن هالشي بس هي ما جاوبتني. مو مضطرين انه نشرح لك شي يا هيام. طالما ما عم تقدروا تقولوا شو الموضوع بقول انا. فريال زنت يا امير وتعتبر مذنبة، وبهالحالة خلينا نقدمها لفريال للقاضي وهو يحاكمها، خلي القاضي هو اللي يقرر، وبيطبق عليها قانون الدولة وبتاخد اللي بتستحقه. وطبعا بهيك حالة لازم يتحاكم معها كمان إبراهيم باشا. انت يا هيام اكيد جنيتي، قاضي شو قانون شو اللي عم تحكي عنه؟ هاد الوزير الاعظم جناب الامير. السلطانة معها حق، انت مالك طرف بالمشكلة لتتدخلي. هالجريمة بدكن تتكتموا عليها، يعني برأيكن هذا هو القرار الصح؟ لا تتدخلي بأمور مالك علاقة فيها بنوب، انت ما دخلك بهالقصة. رح أطلب من شيخ الإسلام يقدم لي فتوى بالشي اللي صار، وهو رح يرشدنا على الحل. أوعك تعمليها. ما حدا فيه يمنعني، بدي أحكي عن جريمة الزنا اللي ارتكبها زوجك الباشا وخلي الكل يعرف. انت عم تهددينا يا هيام؟ بفضل قول اني عم حاول اتفق معكم، بالنهاية القرار إلكن. يا كل اسطنبول رح تسمع بهذا الموضوع، أو فينا نستنى لحتى يرجع مولاي السلطان. جناب الأمير، انتبهي على تصرفاتك يا كوثر، لأنه سمعتك بالحرم لك صايرة مو منيحة. والله جد؟ لو هالحكي مزبوط كنت تعاقبت. يعني أنت مفكرة إنه عمايلك السودة ما عم توصلني يا كوثر؟ اسمعي يا شاطرة، أنا بعرف إنك عم تهدد الجواري كلهم، لأنه بهالطريقة بس فيك تسيطري عليهم. صدقيني هي مجرد إشاعات. بنصحك تعدي بأدبك. اسمعي منيح، أبداً أنا ما بسمح لك تلعبي معي.
بعدي عني احسن لك. انا هون الايد اليمين للسلطانة هيام، واللي بيلمسني بيحترق. كوثر! سلطانة يلا لشوف، اعتذري من عفيفة خانو. سلطانة بس انا بعتذر منك عفيفة خانو. إذا بسمع مرة تانية إنه عم تقللي معها أدب، وقتها أنا اللي رح أعاقبك، فهمتي؟ سلطانة الموضوع كتير واضح، ما لازم تسمعي كلامه وتتراجعي. فريال لازم تتعاقب على عملته. أنتي ما سمعتي شو قالت؟ رح تفضح كل شي. شو يعني نتنازل لهيام بكل بساطة؟ ست الكل لازم تهدي شوي وتحكمي عقلك. الموضوع بيمس سمعة السلالة والسلطانة خديجة بشكل خاص. قصة فريال ما لازم حدا يعرف فيها، لأنه وقتها رح تكون النتائج وخيمة، وبالأخص عبراهيم باشا. يعني شو رح يصير؟ شو نعمل هلأ؟ مو هالحرم لك إله قواعد ولازم تتطبق؟ وبما أنه فريال بخدمتي ما بيصير ياخدوه مني ومن دون سبب. بظن إذا مصرين بيقدروا يلاقوا سبب يا سلطانة. فريال هلأ صارت تحت حمايتي، ما رح اسمح أنه يصير فيها مثل ما صار بنادية. هيام سلطانة، فريال رح تضل بالقصر ومولاي السلطان بقرر مصيره. رح اسمح له تضل ليرجع مولاي من الحملة، وهذا القرار الصح يا سلطانة. وبس يرجع جلالة السلطان، فريال رح تطلع من هالقصر وانتي رح تكوني معه. رح فرجيكي عقوبة انه تهددي وحدة من السلالة. عفيفة خانم تفضلي يا سلطانة. لا تخليني شوفها لفريال قدامي بنوب، اوعك تطلع بطريقي او تلمحها عيني. رئيس خضر، فيك تشرح لي يا صالح؟ جوليا غونزاغا وينها؟ مسكتوها شي؟ عرفنا انها بقلعة فوندي يا رئيس، ابطالنا اقتحموا القلعة بس للأسف هربت باللحظة الأخيرة. يا صالح، ابراهيم باشا طلب منا انه نلاقيها لهالمرأة فورا. بتختار واحد يتنكر ويروح يدور عليها، وبس يعرف وينها خليه يجي ويخبرنا. أكيد بتكون بروما. ما بظني يا ريس، عرفنا أنه البابا ترك روما من فترة، وعلى الأغلب يا ريس تكون جوليا غونزاغا لساتها معهم. روما لسه ما إجا دورة. أولاً نحن بدنا نفتح تونس، بيجوز تكون متخبية هنيك. تبعوا المخطط، وجهوا على تونس. النفس هي درع يا إبراهيم، هي لباس وهي سترة، أنت لازم تلبسها قبل ما هي تلبسك. المكان اللي قدرت توصله وتملكه هو أعلى مرتبة يمكن أنك توصلها بكل حياتك. أنت ما فيك توصل أعلى من هيك، بس يمكن أنه تنحدر، ولهيك ترك كل شيء يمشي وحده وحاول تمتلك نفسك وروحك، وفكر بعمق بمصيرك، بمصيرك اللي هلأ عم يقترب منك خطوة بخطوة من دون ما تقدر انك تشعر فيه. بس قصي تارة،
حطم الظل وركز تفكيرك وكل طاقتك بس على المصير اللي بلش يقترب منك. ما في شي بيقدر يشوش تركيزك، لا الكون ولا الدنيا ولا البحر ولا أي شيء. فيروزة أنت خليكي هون. مولاتي السلطانة. برجم آغا شوفي. آسف إذا كنت أزعجتك، بس في موضوع مهم لازم تعرفي فيه يا سلطانة. شو هو؟ رستم آغا بعت مكتوب وعم يقول إنه إبراهيم باشا عم يستخدم لقب السلطان بدال الباشا. سلطان إبراهيم. وعم يكتب هيك بكل أوامره، وعم يحط عليهم ختمه الجديد يا مولاتي. وهالشي خلى السلطان ينزعج كتير لدرجة إنه قطع راسه للمرسال اللي جاب الخبر. تعرف مين هو أكبر عدو للباشا واللي حيدمره؟ الغرور. مولاي، نشكر الله على وصولكم. أهلا وسهلا فيك. هالعيون الخايفة لمين؟ وهالصوت اللي عم يرجف لمين؟ مستحيل يا إبراهيم إنك تصير سلطان بمجرد إنك تلبس الدرعين. أنت عندك شي مشكلة أو بحاجة لمساعدة؟ لا يا سلطانة، أنا بفضلك مو ناقصني شي بنوب. حلو، قولي له لسمبول آغا إنه يعطيكي من أفضل القمايش اللي عنا، بعدين بتاخديهم على الخياطة وبتخيطي تياب جديدة. ما في داعي يا سلطانة، أنا بخيطهم بإيدي. قدي إيديكي موهوبين يا فيروزة، بس يجي الوقت المناسب لازم إنه نزوجك من شخص إله مستقبل. أنا بشوف إنه بنت شاطرة وموهوبة مثلك يا فيروزة ما بيسوى إنه تنطفي وتدوب بالحرم لك. سلطانة، لوين رايحين؟ الجو كتير حلو وعم اتمشى مع فيروزة. يعني انت هلأ صرتي عم ترافق الجواري؟ ما فهمت ليش ما رافقون؟ انا ماني مغرورة ليكون هالشي بيزعجك، لتكوني مفكرة حالك بتختلفي عنهم لانه عندك امير. يعني بالنهاية انت لساتك مجرد جارية، وصدقيني هالشي ما رح يتغير ابدا. بكرة منشوف يا هويان، وقت رح يقعد ابني على العرش أنا رح صير السلطانة الأم، ووقتها أنا رح كون انتصرت وأنت اللي خسرتي، وبتروح عليك وعلى عيلتك. قال طول النهار قاعدة أنت وابنك بالغرفة الخاصة معناته عم تحكوا بهي الشغلات،
مولاي بس يسمع بهالشي ما رح يكون مبسوط، بأكد لك. ما عم نحكي بهالموضوع، أنا عم قلك اللي بده يصير هون عن قريب. كلنا منعرف إنه السلطان بالحملة، الله يرجع لنا إياه بخير وسلامة، بس بالحرب ممكن يصيبه أي شيء. فكري معي شو حيصير إذا لا سمح الله ما رجع. مولاي نصبوا لنا فخ بقزل جداغ، والظاهر انه هذا الفخ شجعه لطهماز وخلاه يحاول انه يجمع جيشه ويعتدي علينا. بس قائد دولة جيلان السلطان مظفر دعمنا بعشرة آلاف جندي، ولهيك اضطر طهماز انه يتراجع وينسحب. بالنهاية قدرنا انه نسيطر على تبريز وكل اللي حواليها مرة تانية. شو كنت رح تساوي لو ما وصل السلطان مظفر يا باشا؟ كيف كنت رح تقدر تواجهني؟ انت من الاساس غلطت يا باشا وانحرفت عن الطريق. اتفاقنا كان تستناني ببغداد مو بتبريز يا ابراهيم باشا. نحن جهزنا للحملة على بغداد. سامحني يا مولاي، بس جلالتك علمتني انه الطريق اللي بيوصلنا للنصر هو الطريق القصير، والحمد لله النصر كان لإلنا. تبريز هي مقتله لطهماز يا جلالة السلطان، فينا نفتح بغداد ايمتى ما بدنا. ولهيك سامحتك يا إبراهيم، شكور ربك إنه فتحته تبريز. مصطفى باشا، طهماز وينه هلأ؟ أعطيني معلومات عنه. هذا خطأك يا ميرزا، كان لازم تتحرك بالوقت المناسب وتواجهه لمظفر. أنا مستحيل واجهه يا حضرة الشاه، وحضرتكم بتعرفوا هالشي. كان لازم تقاوموا لفترة، وقتها كنت قتلت إبراهيم قبل ما يوصل سليمان. هلا مو وقت التفكير بهذا الشيء. سليمان بيكون وصل على تبريز، شو قرار حضرتك؟ شو رح تساوي؟ رح نستنى. انت قلت لي ما فيهم يضلوا هون، اكيد رح يرجعوا، وقتها منقدر نسترجع تبريز مرة تانية. كلامكم مزبوط، بس يمكن يجوا يحاربونا. نحن لازم نبعث له الرسول فورا ونطالبهم بالصلح. مولاي الشتاء صار على الابواب، ما فينا نضل بهذا الفصل هون. شو بتقترح؟ خلينا نروح على بغداد فورا، منمضي الشتاء هنيك، وبس يجي الربيع منجهز حالنا وبنرجع على تبريز. مولاي هلا ما فينا نروح، طبيعة الطريق لبغداد كتير صعبة والجنود تعبوا، بالإضافة انه نقل الأسلحة التقيلة مو سهل أبدا. يعني إذا منسافر بهذا الفصل رح نخسر كتير من جنودنا. برأيي إنه ما لازم نتأخر، كمان الغنيمة اللي رح ناخدها من فتح بغداد رح ترفع معنويات الجيش، بالإضافة إنه أنا رح أخذ كل التدابير. لكان جاهز حالك يا اسكندر، رح نروح على بغداد. مولاي أنا قررت. بس نروح من هون طهماز رح يرجع يستولي على تبريز يا جلالة السلطان. ما فينا نضل هون يا باشا، لازم نبني دولة جديدة لحتى نقدر نمنعه. واضح انه افكاري وصلت لجلالتك بطريقة غلط، اسمح لي اشرح لك شو الموضوع. هالموضوع ما بده شرح، ما بيصير تبني دولة ضمن دولة وخاصة ببلاد العجم. لنفترض انه بنينا هيك دولة، مين اللي راح يتزعمها؟ انت؟ حاشا، مكاني بجنب حضرتكم. اذا حطيتك الك او حطيت حتى ابني، نتيجة واحدة، راح تتحولوا لأعدائي. الاجتماع انتهى، فيكن تروحوا. مولاي وانت كمان يا باشا. اسكندر شلبي خليك. رستم آغا تعال. إبراهيم باشا، انت شو اللي وصلك لهون؟ وينه أحمد؟ للأسف توفى
وجلالة السلطان عيني مكانه. كيف توفى؟ وقع عن الفرس، وبالوقت اللي لقيته أنا كان ميت، مكسورة رقبته. وين رحتوا؟ تعالوا ساعدوني. أحمد أغا رستم. خير يا أغا؟ شو صار معك؟ في حدا لعبان بالسرج. ومين ممكن يساوي هيك شيء؟ إلا ما أعرف مين هو. ساعدني. شو ناطر يا رستم؟ شو أنت مو شايفني كيف عم بتوجع؟ لا تأكل هم، رح ريحك من وجعك. الله يرحمه. آمين. وظيفتك يا رستم أغا مهمة، إن شاء الله تعرف قيمتها. لا تأكل هم يا حضرة الباشا، صار لي سنين عم جهز حالي لهي الوظيفة وما رح أقصر بأي شيء. منشوف. راح تشوف. مولاي، للأسف اللي عم ينقال مظبوط. تفضل مولاي، هذا أمر من الباشا. مكتوب قائد الجيش السلطان إبراهيم، وكمان مستخدم ختم الدولة. أكيد في عنده تفسير. سألته يا مولاي وجاوبني إنه جنود تمردوا، اعترضوا، قالوا الشاه بده سلطان ضده، فالباشا قال إنه ساوى هذا الشيء مشان يسكتهم. في عندك شيء تاني؟ خلال الحملة مرقنا بأكثر من مشكلة مولاي. الباشا ما عم يسمع مني أبدا، حتى إنه ما عم يسألني عن رأيي. آخر موقف أعدم 30 جندي من جنودي بدون سبب. قال إنه اعتدوا على خزنة الجيش، بس هالشي مستحيل، رجالي ما بيسرقوا. جاوزت حدودك اسكندر شلبي. الشخص اللي عم تشتكي عليه بيكون هو وزيري الأعظم. بالإضافة إذا كان إبراهيم باشا مقصر بمسؤولياته، أنت كمسؤول عن حملته بتتحمل المسؤولية، يعني لازم تتحاسب. مولاي أنا فيك تمشي. يا حبيب قلبي. وين مريم فيروزة؟ طلعت مع الأمير محمد على الحديقة سلطانة. بتحبي روح ناديلون؟ لا خليهم بغيروا جو، وانتي طلعي إذا بدك. أنا بعدين بروح سلطانة. سلطانتي البشارة يا مولاتي السلطانة. مولاي السلطان بعت لك رسالة لحضرتك. أسمع، اتركوني لحالي، فيكم تروحوا. أنت فرحة قلبي وفرحة روحي وعشقي في هذه الدنيا الكبيرة. أنت أجمل جوهرة رأيتها في حياتي. الشمس لا تشرق أبداً بدونك، والبحر لا حياة فيه. يا ليت أمواجه تحملك وتأتي بك إلى هنا يا خليلة روحي. سنبول، سنبول، وينك سنبول؟ سنبول وينك؟ أمريني مولاتي السلطانة.
هذا المكتوب مانو مبعوث لإلي. أي مكتوب يا سلطانة؟ مولاي السلطان اليوم باعت مكتوب لفيروزة وأنا بعدت له إياه. كيف؟ وليش عملتي هيك؟ لأني حابة إنه هو يام تتوجع وهالوجع ينغرس بقلبها مثل الخنجر، وهالشي بتستاهله. على طول بس غمض عيوني عم شوف وشها لفريال. كنت عم حاول انساها بس هي حطتها قدامي وحخليها تتوجع شوي. بس يا سلطانة بتكون عرفت ان فيروزة بجوز تخليها تموت. اسم فيروزة كان مكتوب بكم جملة ومحيته. محيت يوم؟ خدعونا السنبل لأنه البنت لساتها هون. مو معقول هالحكي. بظن أنه مولاي السلطان لهلأ خبر نادية ما وصله ومشان هيك بعتلك هالرسالة هي. هنن ماحين الاسم، لو كانت نادية مستحيل يمحوه. ربي يسر ولا تعسر، شو هالمصيبة اللي طلعت؟ الواضح انه نتقصدوا يلعبوا علينا وخلونا نصدق. فهمني مين ممكن تكون؟ سلطانة اذا فرضنا هذا الشيء ليش لحتى يبعتوا هذا المكتوب لحضرتك؟ ليش بعتوه؟ عم يحاولوا انهم يقهروني يا سنبل. سلطانة، سلطانة لوين بدك تروحي؟ سلطانة الله يخليك استني يا سلطانة، لحظة شوي. وين السلطانة خديجة؟ هي بجناحها؟ لا يا سلطانة، هي راحت على جناح الأمير محمد. أنت فرحة قلبي وفرحة روحي وعشقي في هذه الدنيا الكبيرة. أنت أجمل جوهرة رأيتها في حياتي. الشمس لا تشرق أبداً بدونك، والبحر لا حياة فيه. يا ليت أمواجه تحملك وتأتي بك إلى هنا يا خليلة روحي. أشتاق إليك كل يوم كل لحظة. أرى النور في عينيك، أرى الحب، أرى العشق، فكيف أستطيع أن أحيا وعشقي بعيد عني؟ إنني أسمع قلبي الحزين وهو ينادي باسمك ليل نهار. أشتاق كثيرا لرنة صوتك، لضحكتك ولعيونك. ضميني إلى صدرك ودعيني أسمع دقات قلبك. ارحمي هذا العاشق الذي قتلته بنظرة عيونك. لمسة واحدة من يديك تعيد له الروح والبسمة التي حرم منها. أنت جوهرتي الغالية التي تضيء حياتي وتنير دربي. سلطانة أخيرا إجيتي، كنت عم أنطرك. شو اللي عم بيصير فيني أفهم؟ معقول تزوروا رسائل باسم مولاي السلطان؟ شلون بدنا نزورها؟ معقول ما شفتي ختمه لمولاي بالرسالة؟ بس انتي مشكلتك انك ما بتشوفي. لازم تفتحي عيونك هيام لانه كل شي واضح. المكتوب اللي بعته مو لإلك سلطانة، لوحدة تانية. مولاي في بقلبه مرة جديدة هلا. مو صحيح ابنهم، مستحيل هالشي. وبكرة بتشوفي. شو بدنا نشوف؟ يا هيام، مولاي من حقه إنه يحب وحدة حلوة غيرك وتكون صغيرة بالعمر. روحي على غرفتك وتطلعي بوشك منيح بالمراية.
العمر له حقه سلطانة، مو سهل إنه تتقبلي الموضوع. الحياة عم تمر بسرعة، مو هيك هويام؟ كل شي عاشته ناهي الدوران، هلأ إجا دورك لحتى تعيشي. وبظن كل الموجودين حواليكي مستحيل يقدروا يوقفوا بوجه هالعشق. قد ما حاولتي حيكون على الفاضي، السلطان مستحيل يترك هاي البنت بنو، لأنها قدرت إنه تسرق له قلب. لا تكون جنات، المخلوقة ماتت يا سنبل. كوثر فتحي لي مخك شوي، أنا مو ناقصك هلأ بنوب. مو نادية هي مفضلت مولاي، طلع في وحدة تانية. شو عم تقول؟ بس أنا شو ذنبي سنبل؟ أنا هي اللي قالوا لي عليها. لا حول ولا قوة إلا بالله. مولاي من حقه إنه يحب وحدة حلوة غيرك وتكون صغيرة بالعمر. روحي على غرفتك وتطلعي بوشك منيح بالمراية. العمر إله حقه سلطانة، مو سهل إنه تتقبلي الموضوع. الحياة عم تمر بسرعة، مو هيك هويام؟ أعطوا مولاي خبر إني أنا بدي أشوفه. بعتذر منك يا باشا، هلأ ما فيني دخلك، جلالة السلطان مو فاضي. مين في عنده جوا؟ رستم أغا. إبراهيم باشا، نحن جاهزين مشان الحملة على بغداد يا باشا، عم نستنى الأوامر لننطلق. اسمح لي على تدخلي، بس لو واحد تاني عملها أكيد كانوا قطعوا له راسه. معقول يسامحوا مولاي؟ نحن هلأ بحاجة لكل واحد بهي الحملة، وخاصة الوزير الأعظم. مولانا رح يعرف شغله معه بس نرجع من الحملة. حضرة الشاه، شو سليمان بعت لنا جواب؟ السلطان سليمان رفض عرضكم بخصوص الصلح، يا أما بتحاربوا يا أما بتستسلموا قدامه. شفت شو صار من وراء اقتراحك يا ميرزا؟ حطيت كرامتنا بالأرض وما استفدنا أي شيء. لو حضرتك سمعت مني من الأول ما صار هيك. حضرة الشاه نحن كتير تأخرنا عليهم. حضرة الشاه، السلطان سليمان بعت لحضرتكم رسالة وهدية. شو هالهدية؟
ما بعرف شو هي، بس طلب مني أقدمها لحضرتك. طهماس، هذه الرسالة هي بمثابة التهديد الأخير من سلطانك وسيدك سليمان. كيف تجرأت وعرضت علي الصلح؟ أنسيت أن من تخاطبه هو سيد العالم وسلطان السلاطين؟ الأقاليم كلها تحت سيطرتي وتخضع لقانوني، وأعظم الملوك في العالم ركعوا أمامي وطلبوا العفو مني. من تظن نفسك حتى تقف أمام أسيادك؟ كان يجب أن تقدم لي طاعتك وجنودك وعتادك منذ زمن طويل. إن حدود دولتي العظيمة ستمتد شرقا وغربا، سنسيطر على أراضي تبريز وكل بلاد العجم وبلاد توران وسائر ولاية سمرقند، فالنصر حليفنا في كل مكان. أتساءل في كثير من الأحيان، ألا تخجل من جنودك وقادة جيشك؟ إذا كنت تعتبر نفسك رجلا كباقي الرجال فانزل إلى ساحة المعركة، فهي الحكم العادل بيننا وبينك، ولا تختبئ في وكرك كالجرذان يا طهماس. فالحرب تحتاج إلى القوة والعزيمة، وإذا قررت ألا تواجهني فأتمنى أن ترتدي هذا الثوب لأنه يليق بك، واخلع تاج الشاه ولا تلفظ كلمة رجولة أبدا لأنك أنت أصغر منها بكثير. الظلام قوي مثل الضوء يغمر الكون الواسع، وهدوء الليل يجعل النور داخلي أكثر قوة. الظلام لا يعني دائما الضعف والخوف كما يعتقد الناس، لا بالعكس، هو قوة بحد ذاته يحتاج إليها كل البشر. لذلك لا تخف منه يا سليمان، سوف يمنحك قوة مثل النور حتى تحقق كل ما تحلم به. حضرة الباشا، مولاي السلطان طالب يشوفك يا باشا. الحب يجعل الإنسان متوافقاً مع نفسه، ويشعر أن في داخله قوة كبيرة جداً، فيتعامل مع هذا الكون بطريقة مختلفة، يجعله يدرك أن لكل شخص دوره في هذه الحياة، وهذه الأدوار تكمل بعضها. ولكن إذا سمح للكره أن يدخل إلى قلبه، عندها يرى نفسه وحيداً في هذا الكون، وكل الناس يصبحون أعداء له، يحاولون النيل منه، فيسخر كل جهده ليحافظ على قوته ويحمي نفسه من الآخرين حتى من أقرب الناس إلى قلبه، وهدفه أن يبقى على قيد الحياة. مولاي، مولاي كنت عم بنطر الفرصة حتى أشوفكم، لأنه الموضوع كتير مهم. من وين رح تبدأ يا إبراهيم؟ هات قلي. من السلطان إبراهيم؟ ولا من خيانتك لأختي خديجة؟ أنا كتير حذرتك، بس للأسف القوة مو إنك تخبي عني شو عم تحاول تساوي من وراي وشو عم بتخطط. طلع على حالك، شوف الخوف كيف مبين بعيونك.
سامحني مولاي، كنت ناوي أخبركم أنه في وحدة بحياتي، بس هي مجرد تسلاية. لو الموضوع تسلاية أنا ما كنت عطيته أي أهمية وحكيت فيه. بس أنت يا باشا صار لك عايش مع هالمرة سنين وأخذ لها بيت، وكمان عن قريب رح تجيب منا ولد. عايش ومهمك إنه أنا أعرف، مو عامل لي حساب. عايش حياتك ولا كأني موجود. أنا ما عم صدق هالشي مولاي. أنا شكور ربك إنه خديجة ما رح تطلقك وسامحتك. سلطانة خديجة احترمت الحب اللي بيناتكن وخافت على أولادها، بس أنا يا إبراهيم أنا كيف بدي سامحك؟ أنا راضيان بأي عقوبة منك يا مولاي السلطان. أنت كنت رفيق عمري وثقت فيك، والشي الوحيد اللي طلبته منك إنك تكون صادق، بس طلعت ما بتستاهل كل هالثقة. وبكل وقاحة تستخدم لقب سلطان بدون إذني. إذا كنت مفكر حالك صرت كتير قوي، فأنت بتعرف منيح مين أعطاك هاي القوة يا إبراهيم. تذكر كيف كنت. خسارة كل مرة بترتكب نفس الغلطة وبتحط حالك بهالموقف. فيك تقلي كم مرة أنا طولت بالي على جنون عصمتك وسامحتك، بس السلطان ناوي يتركك هاي المرة لحالك. يا بتحاول تطالع حالك من هالورطة هي، يا أما روحك رح تكون هي الثمن. روح من وشي. باشا، باشا، حكيت مع مولاي السلطان؟ اعذرني يا باشا على السؤال، بس شو صار معك؟ قال لي مولاي انه السلطانة خديجة ما رح تطلقني. شو حلو هالخبر. شوفي انت يا باشا، مو لازم تكون مبسوط. ايه مبسوط، وبنفس الوقت انا كتير حزين لاني كسرت قلب مولاي السلطان سليمان. بتعرفي بكره رح تنبسطي كتير بمنسة. أمرتن إنه يجهزوا لك جناح خصوصي لإلك. المهم نكون سوا يا روحي. إن شاء الله الأيام الجاية رح تكون خير عليك، والله يحميك من كل اللي عم يحاولوا يأذوك يا ابني. مصطفى
حابة إن نشوف أولادك قبل ما موت. أجدادك وقت استلموا الحكم كانوا بعمرك وكان عندهم أولاد. سلطانة، هالشي هلأ كتير بكير عليه، إن شاء الله بتشوف يوم بعدين. صدقني هذا الوقت المناسب، ما حدا بيعرف شو مخبي الأيام يا مصطفى. مستقبل الدولة هلأ بإيدك، حتى العدو رح يعمل لك حساب. الولد رح يخلي العدو والصديق يعرفوا أنه سلالة السلطان سليمان حتستمر عن طريقك، وأنه حتحافظ على الدولة العثمانية اللي أسسوها أجدادك. أنا وضع الأمير مو مطمني بنوب، كأنه مو نفس الشخص يا جنان، حتى نظرة عيونه مو نفسها. أنا لازم أعمل المستحيل وجيب له ولد يا جنان. ما هاد مناهة للسلطانة ناهة الدوران. شو عم تستني؟ إذا بتجيبي له ولد مستحيل حدا يوقف بوشك. إن شاء الله هاد مناهي. فاطمة خانم، شوفي نزار، إجوا التياب يلي وصيتي عليهن وحطيناهم بالمغسل. طيب بيجي بشوفهم. يا بنات قوموا بسرعة لشوف، شو نسيانين إنه عندكم دروس اليوم؟ ولا بدكن ياني استناكم؟ سلطانة، قلي لي شوف سمبول، عرفتوا هالمخلوقة مين هي؟ مع الأسف يا سلطانة ما قدرنا نعرف مين بتكون. بظن هاي البنت ما لها موجودة بالحرم لك. كيف؟ وين بدها تروح يعني؟ والله وينها ما بعرف، بس في أكتر من مكان، القصر القديم وقصور الصيد وغيرهم كتير. الله أعلم وين بتكون مخباية. سمبول، دوروا بكل مكان، أدنيكن افتحوهن منيح إلا ما تسمعوا شيء أو توصلوا لحدا بيعرفها. مثل ما بتأمر يا سلطانة. شو عم تساوي هون يا كوسر؟ شو القصة؟ ليش خفتي كل هالقد؟ ليش معقول حدا يشوفك وما يخاف منك؟ لك انت شو عم تساوي؟ مو خايفة من الأمير مصطفى؟ رح شوه لك هالوش يا فاطمة، وهيك الأمير بدور على وحدة تانية. قولي شو بدك؟ مين بتكون؟ مين كوسر؟ شو بتقصدي؟ قولي مين هي البنت اللي عم تروح على الخلوة؟ ما بعرف مين بتكون. قولي وإلا رح تموتي بأرضك. خلص خلص رح أقول كل شيء من الأول. قولي يلا. يا أخوات تعي لهون. يا أخوات ساعدوني. وينكم؟ وينكم؟ قولي مين هي؟ بعدي هيك الله يخليكم حدا يساعد. كوسر، انت شو هذا اللي عم تساوي؟ فهموني شو عم يصير. عفيفة خانم، والله أنا مظلومة، كوسر اعتدت علي. هالشي مانو مزبوط. لا مزبوط، كوسر خانم هددتني منشان إلا مين اللي عم بتروح على الخلوة. خلاص فاطمة روحي هلأ. وانتي حسابك رح يكون عسير. يا غوات خدوها لجوا وعملوا لها فلقة. بس يا خانم أنا ليش لا أتعاقب؟ السلطانة هيام مستحيل ترضى بهالشي، عم تفهموا؟ اتركوني. انتي شو هذا اللي عملتي؟ كان كل قصدي اعرف مين بتكون هديك البنت. ومين طلب منك هالشي اساسا؟ بكرة اكيد بيفكروا انه انا يلي بعتك يا كوسر. انا ما قلت لك انه حتى اذا بدك تتنفسي بتجي لعندي وبتطلبي الاذن مني؟ سلطانة فكرت انه هيك. ترجع بتقول انا فكرت، اصحك تتصرفي مره تانية من دون اذني. الله يلعنك. سلطانه سامحيني، ما رح اعيد مره تانية. روحي من قدامي، اذا بسمع انك سويتي مشكله
مستحيل خليكي هون لحظة واحدة. نقلعي من وشي. فكرت انه هيك؟ ترجع بتقول انا فكرت. اصحك تتصرفي مرة تانية من دون اذني. الله يلعنك. سلطانة سامحيني، ما رح عيدها مرة تانية. روحي من قدامي. إذا بسمع إنك ساويتي مشكلة مستحيل خليكي هون لحظة واحدة. نقلعي من وشي. ست فريال. مريني سلطانة. برأيك إنه كوثر بدها تورطني ما هيك؟ حضرتكم أكيد بتعرفوها لكوثر أكتر مني يا سلطانة، بس أنا واثقة من إنه ما رح تسمحي لتضرك أكتر من هيك. أنا رح أستشيرك على طول طبعاً، لأنه أنت ذكية كتير يا فريال. الوضع سيء يا باشا، عم نخسر كتير من عتادنا وصار في عنا نقص بعدد المدافع. مو بس هيك يا باشا، رح يموت نص جنودنا من التعب قبل ما نقدر نوصل على مدينة بغداد. متوقع يصير أكتر من هيك. شو هدول اللي معك؟ أوراق ورسائل إجت من العاصمة اليوم رستم أغر. في رسائل لمولاي؟ إيه في، أعطوني هاي من الحرملة. طيب خلص روح أنت، أنا بسلمه إياها. حضرة الباشا، نحن جنودنا عم يموتوا وأسلحتنا عم نخسرها يوم بعد يوم، وأنت مبسوط هون ومو همك اللي عم يصير بنوب. كيف مو مبدم؟ أنا أعطيتهم كل التعليمات، رح نوصل لبغداد بأقل خسائر. هذا إذا كان لك نصيب تشوفه لبغداد. تعال معي أشوف. يلا مولاي، السلطانة خديجة طلبت أبعت هاي الرسالة مشان خبركن عن وضع الحرملك بالقصر. في جارية هون بالحرملك اسمها نادية، شنقت حالة من فترة، بس واضح إنه في حدا وراء الموضوع. لساتنا ما عرفنا مين اللي عمل هالشي. السلطانة خديجة عم بتقول إنه السلطانة هيام إلى دور بهاي الجريمة اللي صارت. مولاي في موضوع كتير مهم بدي أحكي معك. شوف في إبراهيم؟ الموضوع بخص اسكندر شلبي، ما أخذ كل الاحتياطات اللازمة لحتى يضمن انتقال الجيش على بغداد بأمان، وهالشي يا مولاي السلطان وقعنا بورطة كتير كبيرة. خسرنا أسلحة والجنود عم يموتوا، ما عم يقدروا يقاوموا التعب والمرض. أنا بشوف يا مولاي السلطان، طبعا بعد موافقة حضرتها، إنه لازم نازله لإسكندر من وظيفته. جيبوا إسكندر شلبي. مولاي إسكندر شلبي، عم بيقول الباشا إنه أنت المسؤول عن الوضع اللي وصلوا له الجنود، شو ردك على هذا الشيء؟ هالاتهام مو مزبوط يا مولاي، أنا عملت كل جهدي وما قصرت أبدا. بالحقيقة الباشا هو المسؤول على عم يصير للجنود، لأنه يا مولاي هو اللي جرنا على تبريز من البداية. مولاي نحن سلمنا الأمور لإسكندر شلبي وقت أمرتونا نفترق عن حضرتكم على أساس عنده خبرة كبيرة، بس المخططات اللي حطهم ما نفعوا، وهي النتيجة قدامكم. الخسارة عم تزداد يوم بعد يوم، ومو بس هيك، جنود إسكندر شلبي حاولوا يسرقوا أموال من خزينة الدولة العليا. هذا افتراء يا باشا، في حدا بده يورطني. إسكندر شلبي، هالموضوع كبير كتير وهالشي بيخليك متهم بالخيانة، ومشان تتحقق العدالة لازم تتحاكم عن طريق ديوان الحرب.
وهن اللي بيقرروا مصيرك. فيروزة؟ سلطانة؟ قالوا لي إنه هيام ارتحت لك يا فيروزة. جيهانجير هو السبب، وضعه تحسن. عرفت هيام إنه الجارية لسه عايشة وأكيد ما رح تتركك تنوم. إلي خبر سلطانة، عرفت وقت عطوها المكتوب اللي بعته السلطان. هيام بتستاهل، لو قريتي واضح مولاي كتبه من قلبه. قريته سلطانة. كوسر خانم، الأمير جيهانجير اليوم مو مرتاح. سلطانة أمرت تجيبوله فيروزة لهون بسرعة. وين فيروزة؟ بظن إنها بالحديقة الخاصة. ماشي، أنا رح روح أشوفها. خليكي. جناب الأمير، اسمحوا لي ضل عندكم شوي تانية كمان. لك هي وين بتروح؟ سلطانة، أنا مو حابة إنه تموت أي وحدة تانية بسببي. أنا رضيانة إنه الكل يعرف الحقيقة. هلأ مو وقته فيروزة، الموضوع لازم يضل سر لحتى يرجع مولاي. إذا بدك فيروزة فيكي تكتبي له لمولاي السلطان رسالة. يا ريت يا سلطانة. معناته بسرعة اكتبيها، بس انتبهي فيروزة، اصحك انهم يشوفوك. لا تاكي همي. مين فيهم؟ يا حراس تعالوا امسكوها، امسكوا كوسر، اصحكم تهرب منكم. لوين راحت فيروزة؟ سلطانة؟ سلطانة؟ كوسر خانم حطوها بالسجن. الله لا يعطيها العافية، شو عاملة؟ والله ما بعرف يا سلطانة، سألت وما حدا بيعرف شو عاملة، بس أكيد عملت لها شي عاملة كبيرة. شو هالمصيبة هي؟ لازم نعرف هالغبية شو مساوية. أنا قبل شوي شفتها لفريال وقالت لي إنه هي بدها تعرف شو القصة. فريال ممنوع تطلع من هون يا غبي، خديجة عم تدور على حجة لتقتلها، ويمكن ما فيني أحميها على طول. سلطانة. عفيفة خانم، شو صار؟ قدرتوا تكمشوها؟ ايه سلطانة، وطلبت منهم يحطوها بالحبس. بس ما يكون حدا شافكن، ما بدي حدا يعرف. لا سلطانة، معقول؟ ممتاز. شو رح نعمل يا سلطانة؟ بشو بدنا نتهمها لكوسر؟ سلطانة هيام ما رح تسكت لأن جاريتها. كوسر خانم ارتكبت كتير من الأخطاء، وأولهم الرشوة، وكمان تهديد البنات. اختاري وحدة. فيروزة، انت رجعي على الجناح وتصرفي على طبيعتك. مثل ما بدك سلطانة، بالإذن. عفيفة خانم، هالموضوع بتخفوه، موضوع كوسر ما لازم يوصل لهيام أبدا. مولاتي السلطان. يا أغوات، طلعوني من هون. وينكم؟
فريال خانم. ليش هيك صوتك عالي؟ انت شو مساوية؟ الدنيا قايمة وقاعدة برا عليكي. والله انا ما عملت شيء، ساعديني لأطلع من هون. بالاول قلي لي انت شو عاملة. والله انا ما قلي ذنب بشي يا فريال. رحت ناديلة لفيروزة من الحديقة، بس وصلت كانت مع السلطانة خديجة. وقتها أنا شكيت بالموضوع، طلعت هي يلي عم تروح لعند مولاي على الخلوة. شو عم تقولي كوسار؟ معقول فيروزة؟ ايه معقول. متأكدة كوسار؟ متأكدة، وإلا ليش حبسوني هون؟ ما بدهم حدا يعرف بالموضوع. خبروها للسلطانة وخليها تطالعني من هون. لا تخافي يا كوسر، بس اصحك حدا يعرف انه اجيت لعندك، وانا رح خبر السلطانة وياهم. فريال خانو، صار لازم تطلعي. اذا شافك حدا هون من الحراس بيقطعوا لي راسي. خلص انا طالعة، بس راجع مرة تانية. بدي منك تهتم كتير بكوسر خانو، وخبرني فورا اذا بصير اي شيء. سلطانة، وين كنتي يا فيروزة؟ بالحديقة الخاصة سلطانة. كوسر دورت عليكي ما شفتيها؟ أبدا. ليش في شي سلطانة؟ ما في شي مهم. جيهانجير مو مرتاح وعم يبكي طول الوقت، روحي شوفي. تعي فريال. سلطانة، أنا هلأ جاية من عند كوسر. قولي شو عاملة هالمرة؟ وقت بعتيها تجيبها لفيروزة، أمرت السلطانة بأنهم يحبسوها. قال لأنه مرت من جنب السلطانة وما انحنت، ومشان هالشي عصبت السلطانة وحطتها بالزنزانة، وقالوا لي إن مقلل من احترام السلطانة. لك كيف بتتجرأ وبتساوي هيك شي؟ وبهالحالة رح أضرب عصفورين بحجر. بشو عم تفكري يا سلطانة؟ السلطانة خديجة لازم إنه نخلص منها. مولاي السلطان، إبراهيم باشا الوزير الأعظم للدولة أمرني إني إجي لعند حضرتك لأقدم لك مفتاح مدينة بغداد. كتير منيح إياس باشا، أصدر هالفرمان بأمر من السلطان سليمان. يعين السيد ألديمر سيدا على السنجق، ومكافأة له يكرم ب50,000 ذهبية أصملية. أمرك يا مولاي السلطان. هذا كرم كبير منك يا مولاي السلطان، الله يديمك على طول فوق رأسنا ويعظم الدولة العثمانية. آمين. ما لازم يتشالي جالي إنه نرجع العاصمة فورا، الريس خضر عم يستنانا بتونس. هو استولى على تونس، بس ما بظن حيقدر يقاوم كتير إذا ما تلقى الدعم يا باشا. مظبوط، شاركان أكيد ما رح يضيع هيك فرصة. صعب نلحو يا باشا، طهماز قدر يسيطر على تبريز ومتجه باتجاه وان، نحن مجبورين نرجع. هاد هو التمن اللي بيدفعه الواحد بس يحارب ولد يا تشالي جالي. حضرة الباشا، قالوا لي انك طالبني. حلمي باشا تعال. مثل ما بتعرف حضرتك، بكرة رح يتحاكم اسكندر شلبي بديوان الحرب، وأنا كتير حابب إنك تكون موجود. أنا شو لي علاقة يا باشا؟ ليش لحتى أحضر؟ رح خبرك. حاولت أنت واسكندر شلبي إنكم تشكلوا حلف ضدي، وإذا مو حابب حضرتك إنك تتحاكم معه، بكرة بدك تكون حاضر وبدك تشهد ضده لاسكندر. فهمت علي؟
اسكندر باشا، انت لازم تاكل. شفت يا رستم؟ شفت اللعبة اللي لعب علي الوزير الأعظم؟ بكرة رح ينظروا بدعوتك، ولازم تكون قوي، وأنا واثق إنك رح تطلع براء، وأكيد رح يردوا لك اعتبارك. ما بظن يا رستم، لأنه إبراهيم باشا حابك الموضوع ورح يعمل كل شي بيطلع بإيده ليتخلص مني. السلطان مستحيل يسمح بهالشي. رستم آغا، إذا حكموا علي بالإعدام بكرة، أنت اللي رح تستلم السنجق بدالي، وحتكون مهمتك إنك تخلص هالدولة العظيمة من إبراهيم باشا. لا تأكل أهم شيء. وعدني. أنا بوعدك يا اسكندر باشا، إذا بيسيل دم حضرتك، هالدم ما رح يروح هدر. كوسر، شو صار؟ قلي لي امتى انتو رح تطالعوني من هون؟ وطي صوتك، هلا بيسمعوك وبيكمشوني. حاولنا بس ما قدرنا. سلطانة خديجة مو موافقة. يا ربي دخيلك، السلطانة عرفت عن فيروزة؟ شو قالت؟ شو بدها تقول كوسر؟ أكيد فيروزة رح تاكل نصيبة بعدين، بس بالأول بدنا نخلصك لإلك. قريبا رح يجوا ياخدوكي. مين رح يجي؟ الجلادين. شو عم تقولي فريال؟ السلطانة خديجة أمرت إنه يقطعوا لك راسك. اهدي شوي واسمعيني، لتخلصي حالك ما في غير طريقة واحدة. شو هي؟ قلي لي فورا. قبل ما تخلص منك السلطانة خديجة، أنت المفروض إنه تخلصي منها. سلطانة، دورنا بالحرم لك وبكل القصور اللي حوالينا، بس ما قدرنا نلاقي لها ولا أثر. ما بعرف إذا كانت من الإنس ولا من الجن. يعني بلعت الأرض؟ أكيد لساتها متخبية هون. ما بتوقع طلعت من الحرم لك بنوب، لساتها موجودة هون يا سمبل. لازم نلاقيها بأسرع وقت. سلطانة، عيوننا وأدنينا رح تضل مفتوحة، أكيد رح تظهر بشي محل، أنت لا تاكلي هم. وفي موضوع تاني يا سلطانة. ها. حضرتك وكلتيها للست فريال بمهمة، وأنا مستغرب كتير كيف بتوثقي فيها بعد كل شي ساويته معنا يا سلطانة. ومين قالك إنه أنا واثقة فيها لفريال؟ بس أنا هلأ بحاجة لإلها وهي بحاجتي. مو شايف عيونها عم بيشعلوا بنار الانتقام يا سمبل؟ طيب وبلكي حاولت تنتقم منك كمان؟ وقتها بكل بساطة يا سمبل، الشي اللي ما كملته السلطانة خديجة منكمله نحنا. شو انتي جنيتي؟ كيف بدك يعني سويها؟ مثل ما سويتيها من قبل. يا جد بهي السلطانة، مو جارية بالحرم لك. لك إذا شافوني هنيك بيقطعوني شقفة شقفة. شو يعني؟ بدك ياهن يقتلوكي؟ ليش ما انتي تساويها؟ السلطانة أمرتني إنه أنت اللي تساويها، لأنه ما حدا بيشك بوحدة موجودة بالسجن. ما في قدامنا حل تاني، يا أما بتقتليها أو بتقتلك. ماشي، كيف رح أطلع من هون؟ بالليل رح نفتح لك الباب. على راس الدرج في مشعر، رح أحط لك الخنجر ورا الحجر. ليش الخنجر؟ قبل شوي قلتيلي إنه رح تبين كأنها انتحرت. أول شي بتخنقيها لتموت، وبترجعي بتجرحي معصمها،
والصبح لما بيلاقوها بيفكروها منتحرة. تعرفي هي حاولت تنتحر قبل هلا، والكل راح يصدق. اتفقنا؟ رح تساويها مو هيك؟ اسكندر شلبي، حضرة القاضي محي الدين أفندي شرح لك الجرائم المنسوبة لإلك واحدة واحدة. أول تهمة إنك قمت باستغلال ثقة السلطان فيك، تركت الجيش العثماني ضل بدولة العدو بنصف فصل الشتاء وعرضت الجنود للخطر خلال الحملة، وتسببت كمان بأعطال عتاد الجيش وبسوء الوضع الصحي للجنود. ثانيا، حضرتك قمت باستغلال مقامك وتقبلت رشوة من أكثر من شخص، مع أنه المفروض أنك تصون الخزينة. وهلأ دافع عن نفسك وخذ وقتك. حضرة الباشا، حضرتك بتعرف أنا مين بكون، وكل شي عملته لحد اليوم كان لرفع راية الدولة العلية. أنا خدمت الدولة العلية بشرف لخدمة مولاي السلطان، وأنا يا باشا ما ارتكبت أي خطأ بقراراتي اللي أخذتها خلال حملتكم. ومن سابع المستحيلات إنه مد إيدي لأخذ رشوة من حدا أو أكل مال حرام. كل التهم اللي عم تتهموني فيها يا حضرة الباشا هي عبارة عن افتراء، افتراء من حضرتك. هي هي الحقيقة بنظري. هيك لك، خلي يفوت لهون حلمي باشا وكاتب واردات الشام علي أفندي، خلونا نسمع رأيهم لنشوف إذا أنت اللي عم تحكي الحقيقة ولا أنا. حلمي باشا وكاتب واردات الشام علي أفندي. حلمي باشا، اسكندر شلبي موجه لإله عدة تهم، فياريت تحكي يلي بتعرفه لتحقق العدالة والقانون. اسكندر شلبي هو من الشخصيات المهمة يلي اشتغل بهالدولة العلية يا حضرة القاضي، وبيستحق كل الاحترام والمدح بسبب الخدمات يلي قدمها، وأنا كمان كتير بدوري بحترمه. بس بعض الأحداث اللي صارت وشفتها هون بالحملة خيبت لي أملي كتير فيه، وأهم حادثة منهم انهزامنا بقزل جداغ. حكي لنا شو صار بقزل جداغ. مثل ما بتعرفوا تكبدنا خسارة كبيرة وجنودنا تشتتت، وبيرجع السبب إنه نحنا ضعنا عن طريقنا لأنه اسكندر شلبي بعت لنا أمر مزور مكتوب باسم حضرة إبراهيم باشا، وهذا الشيء اللي وصلنا للخسارة. كله كذب وافتراء يا حضرة القاضي، ما كتبت رسالة باسم أي حدا ولا بعتت لأي حدا. بس الرسالة معنا، وقارناها مع خط إبراهيم باشا وتأكدنا من إنها مزورة. وشو عرفكن إنه أنا اللي مزورة؟ ما في دليل بين إيديكن. بس أنتوا أكيد مو بحاجة لأي دليل، نتيجة هالدعوة معروفة، حضراتكن أخدين قراركن من قبل هالمحاكمة. انتبه على كلامك يا اسكندر شلبي، قلة الاحترام يلي عم تعملها بتكفي لنعاقبك، رغم إنه نحن مقتنعين بكل الاتهامات الموجهة لحضرتك، ولبينما نسبة إدانتك بالتهمة أنت لساتك بريء. يا قضاتنا المحترمين محي الدين شلبي وغدير شلبي، بظن توصلتوا لقرار مشان اسكندر شلبي. طبعا باشا. جلالة السلطان، خلصت محاكمة اسكندر شلبي. حضرة القاضي محي الدين أفندي، احكي لي عن رأيك ولشو توصلتوا بجلسة اليوم. مولاي، وفقاً للأدلة يلي وصلتنا تأكدنا من إنه اسكندر شلبي هو المسؤول بشكل مباشر عن تكبد جيشنا خسارة كبيرة بالأرواح أثناء الانتقال لبغداد.
تأكدنا أنه جنى أموال بالرشوة بشهادة نقاش علي أفندي يلي هو كاتب واردات الشام، وبناء على هاي الاتهامات شفنا من الواجب إعدام اسكندر شلبي ومصادرة كل أمواله واستملاكها لصالح الدولة العلية. ونحن بانتظار الفرمان من حضرتكم يا جلالة السلطان. يا حرام، عن جد خسارة. معقولة رجل دولة بقيمتك يصير فيه هيك؟ شوف شو سويت بحالك. كل هالمدة وانت عم تحاول انك تتخلص مني يا اسكندر، بس شو النتيجة؟ ولا شي. طيب شو استفدت؟ ولا شي. جلالة السلطان سليمان صدق على القرار اللي صدر بحقك بالفرمان الشريف. انت بكرة رح تنعدم بتهمة خيانة الدولة العلية، وطبعا انا يا اسكندر رح استمر بإدارة الدولة. بجوز حسابك ما يكون بهالدنيا يا باشا، بس اكيد في عقاب بالآخرة. أصلاً أنت كمان قريباً كتير رح تجي لعندي. الموت حق علينا جميعاً يا اسكندر شلبي، بس الفرق بيناتنا أني رح موت وأنا عم أقاتل بساحة المعركة كجندي شريف. لا تكون واثق كتير بنفسك، حتى السلطان سليمان بعظمته ما بيعرف كيف بدها تكون نهايته. إعدام اسكندر شلبي استناداً للدعوى التي وجهت له، وقد تم إثبات تقصيره بوظيفته التي أوكلت إليه، وهو يتحمل كامل المسؤولية عن الخسائر المادية والبشرية التي تكبدها الجيش خلال فترة انتقاله من تبريز إلى بغداد، وإعدامه سيكون عبرة لكل المقصرين. مولاي سامحني على جرأتي. شو في يا رستم احكي.
شخص مثل اسكندر باشا كان صادق تجاه مقامكم وخدم الدولة العلية. شو قصدك يا رستم؟ قصدك انه نحن ظلمنا الاسكندر؟ حاشا يا مولاي، مو هذا اللي بقصده ابدا، بس انا بعزه كتير، يمكن لانه كان شخص مخلص وتعب مشان الدولة، كان محترم، ويمكن لانه علمني وتعب علي. هاي الدولة شافت مثله كتير يا رستم، ولهيك مصلحة الدولة العالية. هي فوق الكل. حضرة الوزير الأعظم رستم آغا، كأنه موتة اسكندر شلبي كتير أثرت فيك، خير شو قصتك؟ لأنه اللي مبارح كان رجل قوي وصادق، اليوم صار خاين وانقتل. أنا مستغرب وزعلان على هالشي. وهذا مصير كل واحد بيحاول يدخل بيني وبين جلالة السلطان يا رستم، ويا ريت يكون عبرة. مولاي أنا بريء، وأنت بتعرف إني مظلوم. ليش سمحت لهم يساووا هيك؟ أنت ضحيت فيي، وهذا الذنب رح يضل. برقبتك طول العمر يا سلطان. مولاي جيبوا لي مي. إبراهيم البركلي، أنت خليتني أقتل واحد بريء اليوم. إبراهيم، إن شاء الله رح يكون مصيرك مثل مصير اسكندر. Thank you.
شفتك نايم قدام الباب بعيني، اوعك تعيدها مره تانية. عم تسمع شو عم بحكي؟ يلا لشوف، روح هلا وغسل وشك.